سيبني كيران، نحن في حزب الأصل والمعاصرة تنحترموه لأن كان رئيس حكومة، ديال المغرب. وغادي نحترموه إلى الأبد لأن واحد لقطة قاد حكومة داخل المملكة ديالنا. ولكن غنجاوبو كأمين العام ديال حزب العدالة والتنمية، وكانوا حاضرين معنا في المؤتمر وتنشكرهم، لأن فاش تيجيو تأكدوا بأن هما تيحضروا الجميع اللحظات الديمقراطية ديال بلادنا، وحزب الأصل والمعاصرة حزب ديمقراطي. سي بن كيران ماشي عاد تهمنا سنوات، ولكن حنا كان موقفنا ما غاديش نجاوبو، لان احتراما للمغاربه ما نبغيوش نهبطوا المستوى النقاش، تنحاولوا نهضروا على مشاريع، تنحاولوا نلقاو حلول لانتظارات وتطلعات المغاربه والمغربيات، اللي خاصه في هذه الظرفيه تعانيو وتعانيو الكثير، والحلول ماشي دائما سهله نلقاوها. وتنتمناو نكونوا في مستوى الانتظارات ديالهم واللي حشمنا معاهم. وكاين السي بن كيران كان دار واحد التصريح وعاود اكدوا البارح بان حزب الاصاله والمعاصره حزب تاع المخدرات، وكان هو بعلمه وكان تيقولها سنوات هذه. خصوص سي بن كيران اليوم يجاوبنا كحزب، اما كانوا مزايدات سياسيه، ولا كانت مزايدات سياسيه سمحها الله لهما لا هو لا الاخرين، اما كانت عنده شي معطيات ومعلومات وتنطلبوا من القضاء باش يتسنطوا ليها.